مساء الجمال والسعادة على كل مشاهدينا ومشاهدي برنامج رؤية لقناة الصحة والجمال. أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة موضوع حلقتنا مش بس مهم، كمان هنناقش مستقبل هنحاول إن احنا نرفع بيه وعي المشاهد. النهاردة موضوع حلقتنا النهاردة عن المجالس التشريعية والرقابية ودورها في الدولة. قبل ما هنبدأ حلقتنا خليني أرحب بضيوفنا النهاردة. النهارده معانا ضيف حلقتنا المستشار احمد سيد فرغلي، رئيس الاتحاد الدولي لشباب المحامين العرب. اهلا بسيادتك فندم. اهلا حضرتك يا فندم. كمان معانا ضيفي المستشار شريف كرم فايد، وكيل الاتحاد الدولي لشباب المحامين العرب. اهلا بسيادتك فندم. اهلا وسهلا. خليني ابدا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. طبعا حضرتك عارف احنا من خلال برنامج رؤية حابين نوصل للمشاهد البسيط. يعني في مصطلحات بنسمعها اكيد في مشاهد مش عايزه اقول ان هو مش متعلم، ولكن يعني ما يفهمش في الحاجات السياسيه البحته. تمام. فعايزين النهارده نوصل للمشاهد البسيط معاني ومصطلحات بيسمعها، زي مثلا يعني ايه مجلس الشيوخ ويعني ايه مجلس النواب. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الاول كل التشريف في وجودي مع حضرتك في الحلقة دي، وبحيي حضرتك على الجراءة والواقعية اللي بيطلع فيها بيظهر فيها البرنامج. احنا بنقول ان في مصر في غرفتين للتشريع، مجلس النواب اللي هو كان اصلا اسمه مجلس الشعب، ومجلس الشيوخ اللي هو كان في الاصل مجلس الشورى. مجلس الشعب ليه اختصاصات، مجلس الشورى ليه اختصاصات. في البدايات مجلس الشعب المفترض انه حدد القانون رقم 46 لسنة 2014 المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 المستندات المطلوبة وطريقة الترشح، وانه المفترض ان العضو اللي حابب يترشح يكون حاصل على او مع الجنسية المصرية منفردة. انا هرجع لحضرتك في الشروط اللي احنا هنحتاجها. تمام. داخل لتقديم اي شخص. تمام. للمجلس، ولكن. تمام. خلينا في البداية نعرف بس يعني ايه مجلس، الفرق ما بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ. مجلس النواب هو يعني بيتكون من 546 عضو. مجلس النواب بيتكون من 300 عضو، 100 عضو بيتم انتخابهم بطريقه القوائم، 100 بالفردي، 100 بيتم تعيينهم من خلال السيد رئيس الجمهوريه. مجلس النواب هو الحلم الاكثر للشعب المصري، هو الحلم الاقوى للشعب المصري، بس مع الاسف الشديد لسه الحلم ده ما وصلش انه يتحقق، ولسه امال الشعب المصري مكونه في عقليه محدده انه مجلس النواب الى الان بقولها صراحه، في طبعا في نواب كتير قوي بيتحركوا، في نواب كتير بيشتغلوا، بس الغالبيه العظمى عندنا ما وفوش الوعد وما وفوش العهد اللي عهده الشعب عليه. طيب سيادة المستشار شريف، يعني احنا دلوقتي كل الناس اللي بتشوفنا عايزين نعرف الشروط اللي بيتقدم ليها. يعني مثلا انا عايزه اقدم في المجلس عايزه اعرف ايه الشروط المطلوبه مني. الشروط اللي مطلوبه، طبعا انا بتشرف بيكم في اللقاء الجميل دوت. الشروط المطلوبه لعضو مجلس النواب بناء على الدستور انه يكون من مواليد جمهوريه مصر العربيه، ويكون معدل 25 سنه. حضرتك بتتكلم على مجلس النواب، مجلس الشعب اللي هو مجلس. تمام. النواب. تمام. اللي هو احنا دلوقتي داخلين على المرحله بتاعته. تمام. وان هو يكون متمتع طبعا بالجنسيه زي ما قلت، وان هو يكون معدل 25 سنه، وان هو ما يكونش فيه اي احكام قضائيه ضده. بيختلف ده عن مجلس الشيوخ؟ الاختلاف في الشهاده الجامعيه، يعني احنا عندنا مجلس الشيوخ اشترط انه لازم يكون حاصل على شهاده عاليه اللي هي درجه ليسانس او ماجستير. فهو المفترض ان هنا بقى في مجلس النواب كان الشرط ده كان المفترض انه يبقى في الدستور انه يبقى موجود. ليه؟ لان انا الراجل اللي بيمثلنا في مجلس الشعب ده لو هو فعلا كالشروط اللي موجوده ان هو حاصل على اي شهاده تعليميه، انا لو مش مؤهل ان هو يجيب حقوق الناس، لان هو ده اللي بيسن. صحيح. اللي بيسن القوانين اللي بتمشي بيها البلد بحالها دوت، اللي هو المفروض بيراقب الحكومه اللي بتعمل كل ما هو جديد وقديم في البلد. المفترض ان عضو مجلس الشعب
يكون في حسن الاختيار مجلس الشعب بالكامل، وان احنا يكون عندنا وعي كامل ان احنا نختار اعضائنا اللي هيمثلونا واللي هم بيقعدوا معانا فتره طويله. احنا ما نقدرش نقول لهم بعد كده لو جبت واحد وقلت له انزل مجلس الشعب ونجح في الفتره بتاعته دي لو ما عملش الخدمات اللي انا بقول عليها ما عنديش حاجه في الدستور ان هي تخليه ان انا اقدر استبعده للاسف. فاحنا لازم يبقى فيه وعي وحسن اختيار احنا من الاول. عايزين نعرف الساده المشاهدين، هل مثلا مجلس النواب سلطه تنفيذيه؟ وعايزين نعرف مجلس الشيوخ او مجلس الشورى سلطه، يعني عايزين نعرف الفرق ما بينهم، عشان برضو في ناس بسيطه قوي ما تفهمش الفرق ما بينهم ومطالب منهم ان هم ينزلوا ينتخبوا الناس. احنا دلوقتي مجلس الشيوخ اتعمل او تحدد لاختصاصاته ان هو هيكون مراقب لكل المعاهدات الدوليه وكل الاجراءات الخاصه بخارج الدوله، يعني اي معاهدات تقوم بها مصر مع اي دوله اخرى دوت الاختصاص بتاع مجلس الشورى. اما مجلس الشعب، مجلس الشعب القوانين الخاصه بينا الداخليه وان هم يراقبوا المعاهدات الخارجية، وان هم طبعا في حالة الطوارئ او في حالة الحرب هم طبعا بيبقى ليهم لان ده صوت الشعب مجلس الشعب. اما مجلس الشورى هو لاتخاذ الرأي الاخير والاعلى، عشان كده حتى اختيار العضو لما يكون بالشهادة العالية بيبقى عنده الوعي الكامل اللي هو يقدر يتصرف في الامور اللي جاية وطرقت عليهم في المجلس. سيادة المستشار احمد فرغلي، عايزه اعرف من حضرتك ايه هي الصلاحيات اللي بيقوم بيها لكل عضو؟ يعني هي داخله في اختصاصات برضو مجلس الشعب زي ما قال الاستاذ شريف، لان الصلاحيات دي كلها بتكون منوط بيها او بينوط بيها الدستور زي ما اتكلم عنها. بنختصرها في اختصاصات مجلس النواب مثلا بالتشريع، سن القوانين، اقرار المعاهدات والاتفاقيات، اقرار الخطه والموازنه العامه، الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، تعديل الدستور، إقرار حالتي الحرب والطوارئ. دور عضو مجلس الشعب في دائرته دور رقابي على السلطة التنفيذية، لأنه هو راجل بسن قوانين وفي إيده أنه هو داخل المجلس يقوم بتشريع قوانين وبيعرض من خلال رئاسة الجمهورية القوانين اللي بتبعتها رئاسة الجمهورية لمجلس الشعب. فدوره رقابي من الدرجة الأولى. بس مع الأسف الشديد ممكن في أعضاء مجلس الشعب لا تعلم ولا تعي دورها الرقابي داخل دائرتها، لا تعلم ولا تعي، لأن هو راجل أنا آسف بيتم اختياره أنه هو لازم يكون حاصل على إتمام الشهادة الابتدائية. فأنا إزاي أجيب حد حاصل على الشهادة الابتدائية أقول والله في مادة 273 من قانون العقوبات التي تنص على أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فعله بالإعدام، مش هيقدر يفهم هو ما عندوش الاستيعاب. صحيح لما يجي يتناقش محتاجين أنه بالزبط. يكون على الأقل شهادة، يعني بالزبط. يكون على الأقل على الأقل. أنا هستأذن حضرتك، هناخد بس مكالمة تليفون معنا. حسين، ألو. ألو يا فندم، أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. هو دلوقتي يعني سوري بلس، انا دلوقتي كمواطن عايز اعرف ازاي ان انا من حقي ان انا اترشح لمجلس الشيوخ او مجلس النواب. هو انا في الحقيقه اعرف، بس انا عايز اخلي المواطنين التانيين يعرفوا ايه مثلا المطلوب ان انا كمواطن هنا المفروض اروح اقدم، وهل انا هقدر في دور ان انا هقدر هرجع حقوق الناس واقدر اقلل من نسبه البطاله واقدر اساعد الناس. ويا ريت بطلب مثلا لو من الساده الاعضاء هم يحطوا القانون الدستور. انا كصعيدي انا اكتر حد بتخانق من حكايه الطار والقتل، نفسي يحطوا قانون ان هو اللي يقتل ياخد اعدام. طيب مش يبقى بعد كده في تسلسل بقى ويحصل في الموضوع ده والموضوع يكبر. بشكرك. يا ريت انا بطلب من حضراتكم ان هم مثلا يعرفوا الناس اكتر ويخلوا في وعي ان هو انا مثلا هروح اقدم، طب ايه المطلوب وايه المؤهلات بتاعتي اللي تستسمح ان انا اقدم كشيوخ او كنواب. كنواب. بشكرك جدا يا حسين، تابعنا. استاذ حسين، الشروط اللي خولها القانون واللي حددها الدستور انه يكون ادى الخدمه العسكريه، انه يكون معاه. احنا كده بنتكلم على مجلس النواب. في الاثنين المفترض ان في خدمه عسكريه يكون اداها، المفترض انه يكون معاه الجنسيه المصريه منفرد، وانه يكون لم يتم زواله من قاعده البيانات. الحاجه الثانيه انه ما يقل سنه عن سن 25 سنه. لكن استاذ حسين اتكلم في موضوع جميل جدا،
موضوع ان ازاي انا ارجع حقوق الناس، ازاي اناقش موضوع البطاله، ازاي والطار. ازاي انا بقول موضوع الطار ده موضوع تاني خالص، بس انا هنتكلم فيه. لما نيجي نتكلم ان ازاي هرجع حقوق الناس، لازم انا اوعي الشعب المصري واقول له انت وعي تثقيفيه، واقول له حقوقك التثقيفيه. صحيح. المفترض انه يكون في كل مدرسه ابتدائي ثانوي، المفترض انه في اجازه. واحنا قلنا الكلام ده على فكره كتير او في برامج كتير، او قلنا المفترض وزاره التربيه والتعليم تناقش الكلام ده، يكون في زي ما بنسميها كده تقويه تثقيفيه للشعب المصري. نقول له والله حقوقك 1 2 3، حقوقك النيابيه 1 2 3. بقول ان انا لما اجيب عضو مجلس الشعب، انا اسف النهارده الاختيار بيت، انا عمري ما شفت عضو مجلس الشعب راجل فقير زي حالتنا كده. انا 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 اكاد اجزم ان 99% و9 من 10 رجال اعمال، ناس معاها فلوس كتير جدا، بيتم استخدام الشعب المصري الفقير قبل الانتخابات بشهر عن طريق بطاطين، عن طريق شنط، عن هنتكلم في النقطه دي. ولكن انا حضرتك يعني حاسه ان انت بتاخد مننا الاسئله بتاعتنا اللي احنا عايزين نسالها. انا هاخد بس ايه معايا من القاهره. الو الو، اتفضلي. ايه عامله ايه؟ انا ايه الغرباوي المحاميه وزوجه الاستاذ احمد فرغلي المحامي اللي حضرتك مصطفى. اهلا بيكي، مهتمه بحضرتك. استاذ شريف كرم، اهلا بيكي. مبدئيا انا بس متصله عشان احيي حضرتك على البرنامج الجميل ده، وسعيده جدا جدا بالمحتوى اللي حضرتك بتقدميه في البرنامج. مشكورك جدا. الحقيقه من افضل البرامج ومن اشد المعجبين والمتابعين للبرنامج بتاع حضرتك، بصرف النظر عن وجود الاستاذ احمد فرغلي. يعني بجد ده أنا سعيدة لشهادة حضرتك بجد. ده يشرفني يا فندم، ده يشرفني. والحقيقة يعني حتى مع حضرتك قامتين من أجمل القامات اللي موجودة في نقابة المحامين، سواء في العمل العام أو العمل المهني. والحقيقة أنا سعيدة جدا بموضوع الحلقة، لأن من المواضيع اللي جاية في توقيت صحيح جدا، هي لأنها فعلا موجودة دلوقتي على الساحة، ويمكن بنتسأل أسئلة كتير جدا. صحيح. الناس ما كانتش عارفة إيه الفرق ما بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب. اتفضلي. بالنسبه لان هو طبعا دلوقتي افضل وقت مناسب لتوعيه الشعب المصري بخصوص ازاي نقدر يعني نستقبل دوره تشريعيه جديده من نواب جداد، وانهوا النواب القدام فتره تشريعيه فيها مساوئ وفيها مميزات، نتعلم احنا كشعب من الاخطاء اللي حصلت في الدوره التشريعيه السابقه، وخصوصا ان هي جايه في توقيت بعد ثوره وبعد ضغط في كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع. فدي فرصة حلوة من خلال البرنامج ومن وجود قامتين كبار زي الأستاذ شريف كرم والأستاذ أحمد فرغلي، وجود حضرتك كإعلامية ومحاورة جيدة جدا الحقيقة، إن احنا نعمل بس دور توعوي للشعب المصري في اللي جاي عشان نتجنب ونتلاشى الأخطاء السابقة والحاجات اللي تم فيها نجاحات نشيد بيها، ونزودها إن شاء الله في الدورة التشريعية الجديدة بانتخاب أعضاء يعني يكونوا على قدر من الوعي اللي يخلينا إحنا كشعب مصري نرضى عن الأعمال اللي بيقوموا بيها. أنا مش عايزة أطيل على المشاهدين وعلى حضرتك وعلى الأساتذة. أسعدتينا بمداخلتك أستاذة آية. الحقيقة مداخلتي احنا سعداء جدا بمداخله حضرتك. بشكر حضرتك جدا استاذ ايه. اكمل على جزئيه القانون الطار. انا راجل صعيدي وبقول انه في قوانين كتيره جدا في القانون الجنائي، قانون العقوبات، اللي بيقتل بيتعدم، بس هي المشكله انه في ظروف مخففه، في ظرف مشدد، والقيادات الامنيه انا بحييها في مصر بصراحه قايمه بدور هايل في موضوع الطار. دي حقيقه الموضوع الشائك ده القيادات الأمنية بتحل حلول جذرية، ولكن ده حاجة متأصلة في الصعيد يعني، والحمد لله برضه ما بقتش كتيرة صعيدة ومتفاهمين أكتر دلوقتي. واستكمالا معلش للنقطة دي، لأن مسألة العقوبة إحنا قلنا إن عضو مجلس الشعب هو أساس سن القوانين. إحنا عندنا عقوبة الإعدام، مش قصة إن هو يعني مش جديدة، إحنا عندنا أي أكل مع سبك الإصرار والترصد بإعدام. ولكن هو بتختلف شوية في الأماكن اللي فيها إصرار. ما فيش الكلام يعني دوت بالنسبة للقضاء، ما فيش يعني ما فيش تمييز بالنسبة للقضاء إن دوت قتل عشان طار ودوت قتل عشان خناقة كده. لا يعني بنرجع فيها تسلسل دماء، يعني اللي أقصده إنه الطار ما بينتهيش. ما بينتهيش. يعني بنفضل بس هو ما بقاش زي الأول. يعني إحنا دلوقتي نتمنى ذلك. نتمنى. الأمن اللي ماسك الموضوع يعني يعتبر في تمام. انا عايزه اعرف من حضرتك سياده المستشار شريف، بيتم اختيار العضو ازاي؟
اختيار العضو طبعا الاختيار بتاعه بيبقى بناء على ان هو هيكسب اصوات الناس، انما هو هيكسب اصوات يكسب الناس اصوات الناس يكسب اصوات أي الناس ايا كانت الطريقه. احنا محتاجين الحاجات الصحيحه، مش عايزين شنطه تمام وماديات بتتوزع على احنا الكلام ده، وده انا طالع النهارده عشان احنا محتاجين الرقابه، الوعي كمان، الوعي، الوعي للي بيدي صوته قبل مين اللي بياخد الصوت، الوعي اللي بيدي صوته دوت، ادي صوتك لواحد انت اعرف ان هو هيبقى مقاتل بالنسبه لك، احنا محتاج وهيبقى ممثل ليك فعلا، بيقول الكلام اللي انت بتتمنى انه يتقال. حضرتك بتتكلم في فئه في ناس منهم ما تعرفش مين على الساحه وهيعمل ايه وفين الوعي الاستراتيجيه بتاعته. الوعي بسيط جدا، الوعي بسيط جدا، ان انت توعيهم ان هو عضو مجلس الشعب دوت مش واحد هينزل معاك علشان يمشيك من الاسم، مش راجل جاي يعمل لك الرصيف، لا ده هو اللي بيراقب اللي بيسن القرار بتاع المشروع، ده هو بيراقب الحكومه اللي بتراقب اللي بيعمل المشروع دوت عضو مجلس الشعب، عضو مجلس الشعب دوت حتى المفروض ان هو دوره فعال في المجتمع، فعال جدا. صحيح. انما انا حتى يعني كانت موضوع كورونا والازمه اللي احنا كنا مرينا بيها كراسي ممتلئه من غير ما ندخل في مواضيع كتير، احنا في الازمه بتاعت كورونا لقينا اعضاء مجلس الشعب اكتر ناس موجودين تحت السراير، دي حقيقه، مستخبيين. انا صحيح. نفسي في مداخله من اي حد من الجمهور يقول ان في عنده عضو مجلس الشعب كان بينزل ويقف مع الناس ويحارب زي ما بيقولوا كده. كنا بنقول ايام الكورونا ما كانش فيه الكلام ده. محتاجين اي حد من اعضاء مجلس الشعب حقيقي ان هو على الاقل خالص يا جماعه هيتابع مع المستشفيات، هيتابع مع ناس كتير. لا غير كده، في ناس كمان كانت بتنزل وبتعرض نفسها لاي مرض واي حاجه، مش فارق معاها الفيروس خالص قد ما فارق معاها تجيب الاكل والشرب لعيالها. طبعا فاحنا محتاجين على الاقل عضو مجلس الشعب او اعضاء مجلس الشعب اللي احنا النهارده شايفينهم كلهم على الساحه، يمكن ما شفناهمش من 8 شهور فاتوا. احنا محتاجين خطوات ايجابيه، احنا مش محتاجين كرائس يعني كراسي ممتلئه، احنا محتاجين بالفعل ناس او اعضاء تبتدي فعلا تاخد شكل يعني الموضوع بجديه شويه. يا جماعه في حد فقير محتاجينه، محتاجين اعضاء مجلس الشعب يبتدوا يتحركوا وينظروا للناس دي. هرجع لحضرتك تاني عن الصلاحيات. الصلاحيات بتاعت أعضاء مجلس النواب زي ما قلنا برضو من اختصاصه، لأن الصلاحيات دي بتيجي من اختصاصه اللي هو مراقبة السلطة التنفيذية وسن القوانين، والقوانين اللي بتعرض من رئيس الجمهورية بتعرض على مجلس الشعب، ودوره الرقابي اللي المفروض يكون فعال. طيب أنا عمال أقول صلاحيات 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 صلاحيات، في أعضاء مجلس الشعب لما بقعد أتكلم معهم هو أصلا مش عارف يعني صلاحيات. ازاي انا لما اجي اتكلم على عضو مجلس الشعب واقول له حضرتك عندك صلاحيات 1 2 3 يقول لي لا والله ده مش بتاعتي. طب ازاي حضرتك دخلت مجلس الشعب وانت لا تعلم عن مجلس الشعب حاجه، عن قوانين والصلاحيات اللي خولها لك الدستور، اللي المفترض ان عضو مجلس او مجلس الشعب ممكن يقيل رئيس جمهوريه. مجلس الشعب اللي النايب عن الشعب نفسه، انت المفروض النهارده بتوصل القياده السياسيه الصوره الواقعيه للشارع المصري من خلال اختصاصك. المفترض ان انت النهارده بعد ازمه كورونا العالميه المفروض توصل القياده السياسيه تقول له والله بعد اذن حضرتك الشعب عانى ومات من الغلاء، حضرتك توصل القياده السياسيه تقول له الشعب مات من كتر الابتلاء. النهارده انا عندي اعضاء مجلس الشعب احنا ما حدش بيشوفهم، لا اللي بينجح ولا اللي ما بيقدرلوش النجاح، هو بياخد الحصانه، خد الحصانه، محتاجين الحصانه، وكانه لبس طاقيه الاخفاء. صحيح. ما حدش بيشوفه الا قبل الانتخابات بشهر. انا فوجئت من شهرين ثلاثه كده لقيت احد الاحزاب اللي تقريبا والله اعلم هو الحزب الوطني راجع بكل اسلوبه، جايبين بطاطين من ام 30 جنيه وخلوا الناس تقعد اكتر من 5 ساعات علشان في الاخر الناس المرشحه تقعد تتصور مع الفقراء عشان جابوا لهم بطانيه. طب احنا نخلي الانتخابات بقى طول السنه علشان نلاقي الناس. انا يا ريت الانتخابات تقعد 4 سنين. هستأذن حضرتك هاخد مكالمه تليفون معايا ميرفت. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور، اتفضلي. انا اول مره اعمل مداخله البرنامج. اهلا بيكي. يا ريت تديني وقت شويه. اتفضلي. احنا بنسمع كتير القنوات كلها. تمام. انا عايزه اعرف حاجه بس واحده. ايه معنى الارتقاء بالمواطن؟ يعني المواطنة أنا عايزة أعرف بس حاجتين، حقي وواجبي. صحيح. أوكي؟ صحيح. أنا بعمل واجبي بس مش لاقية حقي. صحيح.
مش واخده حقي في اي حاجه. انا في منطقه عين شمس، اوكي؟ لا في خدمات ولا في رقابه ولا في، اشتكيت في مجلس الوزراء، قدمت بلاغات في النيابه، ما فيش اي تحرك لاي حاجه. في الاخر موضوع مجلس الشيوخ دوت، النواب قاعدين، نواب مجلس الشعب اللي عامل حي عين شمس قاعدين على قهوه متجمعين، اتكلمت معاهم، تخيل الرد بتاعهم يقول لي ايه؟ احنا هنعمل ايه؟ طب هو موجود يعني ايه تعمل ايه؟ يعني ايه تعمل ايه؟ يعني انا انزل مصر الجديده اتعقد وارجع؟ فين خدماتي؟ فين ضرايبي اللي انا بدفعها؟ فين ال 8 مليار اللي الريس خصصهم علشان الارتقاء بالاحياء الشعبيه؟ الاحياء الشعبيه حضرتك فيها بهازل وغير متشافه خالص من المحافظين ولا الرئاسه ولا اي حاجه. تابعينا استاذه ميرفت، بشكر حضرتك جدا. طب ربنا هخلي حضرتك اللي ترد دلوقتي حالا، بس احنا اتكلمنا حالا دلوقتي انا وحضرتك بنفس يعني الكلام، صحيح؟ اللي هو الارتقاء. احنا طبعا الوعي هيوصل للارتقاء، ان انا هبقى لما يبقى عندي وعي انا جبت عضو مجلس الشعب ده ليه، وهو عارف ان هو جاي ليه، هنرتقي برؤية ان احنا خلاص كده فهمنا احنا وصلنا لفين. هيطلعني من خط الفقر اللي مجلس ناسي خالص موضوع ان هو يتكلم فيه. حتى الاستجوابات اللي احنا شفناها، احنا شفنا على مدار 4 سنين طبعا الدكتور علي ابعال عمل وقام بدوره كامل وعلى اكمل وجه، انما كان معاه ناس مش مساعداه، وحاولنا ان احنا نشوف فيهم امل، ما لقيناش الكلام دوت. ومساله الارتقاء ومساله 8 مليون معلش بتوع الرئيس اللي هو خصص بيهم، الرئيس شغال فعلا كويس جدا دلوقتي في اماكن وبيطور كتير في اماكن طبعا شعبيه طبعا المحروسه جدا. يعني موضوع ان انا صحيح. عين شمس لسه ما كملتش، ده مش معناه ان هم مقصرين، لا بيتابعوا. ويمكن دي الافضل دلوقتي، ان احنا عندنا رئيس بيتابع. المفترض ان دور الرئيس دلوقتي اللي بيعمله بس هو ده دور اعضاء مجلس الشعب. خليني اقول لحضرتك واقول للساده المشاهدين انه ما ينفعش فرض، احنا محتاجين كلنا بنكمل بعض. يعني طبعا ما ينفعش اقول رئيس الجمهوريه ما عملش، احنا محتاجين كل حد ليه كرسي هو المفروض يعمل الدور اللي عليه. صدقني هيحصل تغير، هيحصل طفره ده اللي في مصر. ده بنتمناه. طيب حضرتك هتكمل. بالفعل انه المناطق العشوائيه فيها مشكلات كتير، اوكي؟ في صرف، ممكن اماكن يبقى ما فيهاش صرف كويس، ناس بتشرب من ميه المجاري. هنتكلم في عشوائيات. احنا موضوع العشوائيات بالفعل سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتطوير مناطق كتير عشوائيه، يمكن الخطط الجايه ان شاء الله هتكون افضل. هيجي علينا وقت، الكلام ده احنا يعني مش العصا السحريه، هيجي علينا وقت مصر هتتغير فعلا من المناطق العشوائيه. ولكن خلينا اقول ان كل واحد من هتكلم من اعضاء مجلس الشعب اللي هو المفروض ليه دور فعال دلوقتي، انه يتحرك بقى كل واحد عن دايرته. يعني احنا محتاجين كل واحد عن دايرته، نشوف مشكلتك ايه في المنطقه بتاعتك كذا. حضرتك يعني متابع جيد جدا للمسؤولين، هتنزل وتشوف المنطقه دي ناقص لها ايه، سيادتك هتروح تعمل الحاجات اللي المنطقه دي محتاجاها، مش هنستنى رئيس الجمهوريه. انا عايز اقول لحضرتك ان هم بداوا يعملوا كده دلوقتي علشان خاطر فتح باب الترشيح. ما احنا مش عايزين بعد ما بيقعدوا على الكراسي، احنا مش عايزين، يعني احنا محتاجين ماده او بند يقول انه في حاله انك ما عملتش حضرتك تتفضل تسيب كرسيك لحد تاني يقدر ده يعمل. انا بقول عليه وعي، يعني حسن اختيار، يعني انا هختار بني ادم هيمثلني وهيتكلم باسمي وبصوتي. انا هاخد مكالمه وهرجع لسياده المستشار احمد فرغلي. معايا رجب من الاقصر. الو، السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام، اتفضل. انا بحييك وبحيي ضيوفك وبحيي جميع العاملين بقناه صحويه معك. الله يخليك، اهلا بيك. الله يبارك فيك يا فندم. بالنسبه يا فندم، انا حضرت 8 دورات انتخابيه في مركز اسمها محافظه الاقصر، ويمكن الجميع يعرف ان المركز الوحيد اللي هو مهمش وجميع النوائب بتاعته او الاعضاء انهم بسبب القابليه والعائليه بينجحوا حتى لو اديت صوتي لواحد جديد ما بينجحش، لكن دول عشان العصبيه والقابليه بينجحوا، ما عملوش اي حاجه غير ان كل واحد بيوصل قريبه. وبكلمك بصراحه، وقلت لي اي حد منهم يرد عليا ان كان عمل اي حاجه في مركز احنا دول مع كادر رئيس، ربنا يخلوا لنا جيشنا وشرطتنا
اقوى بلد، كل واحد يقدر يعمل حاجه ببلده الا احنا عشان القبليه والعصبيه ما حدش بيعمل حاجه يا استاذه والله. صحيح. ويطلع اي حد يقول لي. ماشي يا فندم، بشكر حضرتك على اتصالك. تابعنا استاذ احمد. عايز اتكلم مع حضرتك في جزئيه انه انا عندي في الدايره بطاله، عندي خدمات موقوفه، عندي عندي عندي. طب عشان عندي ما عنديش عضو مجلس الشعب عن دايرتي، عشان انا في اكتر في اعضاء فاتحين اكتر من 20 مكتب لخدمات المواطنين، وانا اسف الكالون بتاع المفتاح بتاعهم مصدي ما اتفتحش. النهارده انا بعاني من قله الخدمات عندي في دايرتي لاني انا ما بشوفش عضو مجلس الشعب عندي، عشان انا لما بختار بختار بني ادم عنده فلوس كتير، او انا مش بختاره، انا فقري اللي بيذلني علشان كراجل فقير اروح استنى قبل الانتخابات بشهر عشان اخد شنطه فيها 5 ازايز زيت على 16 معرفش رغيف عيش على اروح اجيب بطانيه من عنده، انا اسف ما فرشهاش اعدي عليها، بس عشان انا فقير انا بلجأ لده. وهو بيراهن على ده. غالبيه الاعضاء اللي نازلين الا ما رحم ربي طبعا، احنا بنشوف بعينين قبل الانتخابات بيصرفوا ملايين الملايين. صحيح. طب يا اخي ما تعمل ده، احنا محتاجين الملايين، جزء بالزبط. من الملايين دي، والا انا كده انت للفقير بالظبط. انا ما تدينيش سمكه اكلها وبعدين اجوع واستناك لما تديني السمكه الثانيه، انا اديني سناره وعلمني الصيد. صحيح. انا هقول لحضرتك انت هتفضل مخلد على الكرسي حتى بعد مماتك. صحيح. انا النهارده عندي بقى بالنسبه للقوانين والدستور زي ما الاستاذ شريف قال، انا ما عنديش قيد على عدم اعمال او وجود عضو مجلس الشعب يعمل او لا. انا النهارده ليه ما اضيفش ماده في الدستور؟ هو ده اللي احنا بالفعل لسه بنقوله بالظبط. اقول انه انا اقدر اسحب الثقه كدايره من عضو مجلس الشعب اللي قعد سنه ما عملش ما قدمش اي خدمه في دايرته ومختفي تماما. انا اعرف عضو مجلس الشعب كان فيلته في الاسماعيليه وهو كان في دايره تانية خالص، ما كانش بيجي الا قبل الانتخابات. فجزئيه ان انا بينجح ازاي؟ بينجح بالشنطه وبينجح بالفلوس اللي بيديها بال50 جنيه ودلوقتي بقت 200 بسم الله ما شاء الله. يعني استاذ احمد برضه زياده النقطه دي والكلمه اللي الاستاذ قال عليها العصبيه القبليه، دلوقتي انا مساله العائلات ينزل منها شخص مع احترامي ليه ومع احترامي لعيلته، هو انت بتبقى مميزه بالموضوع ده. تمام. انما هل يا ترى هو دوت الاحق بالمكان ده وهو دوت اللي هيمثلني انا عايز اللي يقعد مكاني في الكرسي؟ ما هو انا المفروض يعني حضرتك البديل بتاعي بديلي. هو بيمثل الشخص هو اللي قاعد في البيت. ده تمام. ده ما بيبقاش موجود وما بيبقاش حاضر لان هو عارف انه جاي بعيلته وبموضوع طبعا ونفوذه وفلوسه. ودي نقطه للاسف هي ديت مخليه الناس كلها حتى ما بقاش فيه امل في عضو مجلس الشعب، مع ان مجلس الشعب دوت المفروض انا بختار يعني حسن الاختيار للعض هيخليه انه يدخل يتكلم باسمي ويتكلم بقلبي. الاختيار قائم على ان يبقى عندي قائمه بكل شخص داخل المجلس ويبتدي يقول انا هعمل كذا، يبقى في خطه عشان على اساسها انا هختارك. طب انا هدخل انتخبك على اي اساس؟ يعني حضرتك سياده العضو انا هنتخبك على اي اساس؟ انا ما اعرفش حد في الاعضاء المولودين او اللي رشحوا نفسهم في الانتخابات سواء الشيوخ او مجلس النواب. انا النهارده في رؤيه بتكلم بلسان كل مواطن مش فاهم اي حاجه في الانتخابات اللي بالفعل النهارده بيتكلموا ان في غرامات هتقع على الناس. يعني احنا انا هروح انتخب حد انا ما اعرفوش، ما اعرفش هيقدم لي ايه، يا ترى هيقدم الشيء اللي هو قال عليه ولا هياخد الكرسي وخلاص. انا معايا تليفون بس بعتذر الاسم. معايا يحيى. الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور، اتفضل. وحضرتك انا عندي هنا كام مشاكل بس في محافظه اسيوط مركز منفرد. اتفضل. هو اول حاجه عدم دخول الصرف الصحي من 1995 بقاله لحد هذا العين ما زال 25 سنه لا يوجد صرف صحي لحد هذا العام يا فندم. اتفضل. ثانيا المستشفى العام اللي انا يعني معلش اديني وقت ان انا اول مره اتفضل اتفضل مع حضرتك. ثانيا المستشفى العام لحد هذا العام برضه يا فندم اتكلم عليها رجل الاعمال محمد علي. اكيد يعني مصر كلها عرفت المشكله دي. اتفضل. بس ثانيا عندي 2 اعضاء مجلس الشعب. منهم اللي بيدخل ابنه يعني عدم مش هذكر اسماء يعني بيدخل مناصب كويسه
وبيبقوا وظايف ومحدش منهم من ساعه لما نجحوا في المجلس محدش شافهم. دلوقتي اي مثلا اللي في صالحي اللي ما قدرش ان هو يخدم المواطنين او يجيب حقه، ايه اللي في صالحي ان انا اروح اشتكي اللي هو اخليه يتنازل عن الكرسي بتاعه تماما ويجيب حد يستاهله؟ اللي هو زي ما حضراتكم قلتوا من شويه اللي في ناس بتدخل بيدفع فلوس باكل وشرب وبطاطين، ليه ما حدش من الناس الطبقه المتوسطه اللي تجينا يخشوا؟ انا ليا سؤال عندك يا استاذ يحيى. اتفضل يا فندم. استاذ يحيى حضرتك بتقول اكتر من 25 سنة مفيش صرف صحي، صحيح؟ تماما اكيد. حضرتك العظيم بقالنا 25 سنة الصرف الصحي لحد هذا لن يتم دخوله. عضو مجلس الشعب حضرتك بس اسمعني اسمعني حضرتك انتخبت ليه، حضرتك او اي حد في المحافظة عندك انتخبته ليه تاني؟ والله العظيم لحد هذا الان ما انتخبت عضو مجلس الشعب. يعني اكيد مش حضرتك بس المتضرر، اقصد انه في مجموعات متضرره من الموضوع ده، ليه انتخبته؟ يعني في شخصين دلوقتي دخلوا المجلس من عندكم من المحافظه، الناس اللي انتخبتهم انتخبتهم على اي اساس؟ ما في ناس يا فندم زي ما حضرتكم قلتوا من شويه الشنط زي حضرتك اللي قاعدين عندك هم قالوا انه في ناس بتضحك على الناس، هنديك بطاطين هنديك اكل وشرب وفلوس. يعني صرف اللفظ كلمه بتبيع صوتها. بس انا نفسي الاقي حل، اللي هو انا دلوقتي انا كعضو مجلس الشعب ما قدرتش اخدم الدايره بتاعتي، اروح اشتكي فين عشان يبقى في تحقيق وفي مسؤوليه؟ المفروض يبقى في رقابه كل مثلا 3 شهور او 6 شهور. يا سياده النائب انت عملت ايه للدايره بتاعتك؟ انت ايه اللي حصل؟ انت وظفت مين؟ انت عملت ايه؟ ليه ما فيش رقابه عليهم؟ ان في هم بيعملوا مصالح كتير من ورا الكرسي وبيوظفوا عليهم ونفسهم. قسم بالله انا عنده مجلس الشعب ومجلس الشعب هنا عمل لاسرته حاجات لا تعمل. طيب استاذ يحيى هستاذن حضرتك تسيب رقمك في الكنترول، استاذ محمد جمال بعد اذنك. تمام. حضرتك دلوقتي هيحولوك على الكنترول تسيب رقم تليفونك، ان شاء الله نتواصل بعد البرنامج. بشكر حضرتك جدا يا فندم. انا هستاذن حضرتك ارد على الاستاذ. موضوع ان احنا نعاقب عضو مجلس النواب ده اكيد اخر الدوره خالص، لانه انا لسه بقول الى ان يسن او يعدل قانون مجلس النواب بايجاد ماده عقاب، او بمعنى اصح سحب الثقه من عضو الدايره عندي لما يقعد سنه ما يقدمش اي خدمات او اشوفه حتى، لان احنا تقريبا اعضاء مجلس الشعب ما بنشوفهمش. انا ما اعرفش بالظبط، كانهم نجوم سينما والله ما حدش بيشوفهم. ده كل ده الاتصالات اللي احنا بنتلقاها من الجمهور والشعب المصري الفقير قوي اللي انا بقول ان انا النهارده هو ده اللي ادى الى عزوف الشعب المصري عن المشاركه في الحياه السياسيه وعن نزول الانتخابات، وان النهارده انا بطلب عقابه ب 500 جنيه كفرد غرامه. ايه راي حضرتك استاذ شريف في الغرامات؟ انا بعتذر لحضرتك. اتفضل. طبعا موضوع الغرامات دوت احنا في الدستور حريه الراي، المفترض ان احنا امتناعي عن التصويت دي من حريتي اللي منصوص عليها بالدستور. فمسألة الغرامات أنا يعني متأكد إن هي مش هتمشي ولا هتستمر، إنما هي دي مسألة أنا حبيبها. السوشيال ميديا النهاردة يعني بالزبط. أنا عايز أقول لحضراتكم عاملة يعني أحلى بوستات النهاردة نازلة. أنا أروح النيابة يعني الناس فرحانة. أنا عامة يعني متبرع كمحامي إن أنا دافع على 54 مليون بدون أتعاب. أستاذ أحمد فرجالي أستاذ شريف معانا في الموضوع. أوكي بالزبط. يبقى أستاذ أحمد فرجالي. بس بالنسبة للمراقبة إحنا فعلا الدستور بتاعنا يفتقد موضوع مراقبة ومحاسبة عضو مجلس الشعب اللي المفترض إن هو يتراقب من الناس اللي اديته الصوت. احنا عندنا مراقبة لرئيس الجمهورية من اعضاء المجلس الشعب نفسه، مجلس الشعب. عندنا مراقبة للحكومة اللي هي الجهة التنفيذية بتاعتنا المجلس الشعب نفسه. مجلس الشعب مين اللي بيراقبه؟ مفيش حد بيراقبه. يبقى لازم تبقى بعناية اختيار الاعضاء بعناية. حسن الاختيار صحيح. اللي احنا قلنا عليه وعي المواطن هو دوت اللي وعي المواطن. يعني الاول مرحلة هنتكلم فيها الاعلام، لازم كل اعلامي الواجب بتاعه بقى ايه؟ ان هو يطلع على شاشات يبتدي يوعي المواطن البسيط. يمكن القنوات الاولى والقنوات المصريه فعلا بتعمل كده، محتاجين بقى كمان على القنوات الفضائيه نبتدي يعني نكثر يعني نزود من الاعداد، ان الناس تبتدي تدي توعيه. انا حابب ان يبقى في مناظرات ما بين اعضاء مجلس الشعب. حضرتك بتقولي احنا مش عارفين اللي جايين مين،
انا مش عارف الاربع سنين اللي فاتوا اعضاء مجلس الشعب اللي كانوا موجودين في دايرتي مين. فهي قصه صحيح. كبيره. احنا عايزين وعي المواطن عن طريق فعلا الاعلام. الاعلام هو دور صحيح. مهم جدا جدا صحيح. جدا في مصر. المفترض ان الاعلام يقوم بدور وعي المواطن صحيح. اللي هو مش صعب. انا عايز اسهلها على الناس موضوع ان انت حسن الاختيار. الناس كمان حسن الاختيار صحيح اللي بتتكلم بشويه بلغه عربيه او بموضوعات بقوانين تقيلة. قوانين وارقام المشاهد البسيط مش هيوصل له الكلام ده مش هيفهم هيحول القناه وشكرا. فممكن زي القعده الجميله اللي احنا عاملينها النهارده. واحنا محتاجين حوالي 100 برنامج رؤيه علشان ربنا يخليكم ومش عشان رؤيه. لا 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 لا. احنا هدفنا على فكرة هو الاسم نفسه رؤية جديدة. فالمفترض ان تكون في رؤى جديدة صحيح. لعضوية مجلس الشعب. في رؤى جديدة للشعب المصري. على فكرة انا موافق على انه الشعب المصري 54 مليون يدفعوا 500 جنيه بس مش غرام. يدفعوهم لبرامج توعية تعملها الدولة ينفق عليها الشعب وتعملها الدولة. والله ما عندي مشكلة. في ناس ما هاش ال 500 جنيه. هقول لحضرتك حاجة كده كده لو الموضوع هيمشي فعلا قانون المفترض انه في 500 جنيه غرامة. انا بقول لحضرتك يعني بلاش تثقل على الشعب المصري وعلى كاهل الشعب المصري الفقير اللي مش لاقي بجد الى الان من يحنوا عليه. انا بقول لحضرتك اعمل له برامج توعية على اساس انه يقدر في يوم من الايام يقدر يختار صح عضو مجلس الشعب بس ما يكونش مذلول بفقره. وبناشد السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي في 100 يعينوا بقرار من رئيس الجمهورية. انا بقول لسيادته بعد اذن حضرتك في مجلس الشيوخ وفي في مجلس النواب انا بقول يا رئيس بعد اذنك عين من ال100 دول 50 فقراء مش رجال اعمال على اساس انه يمكن في يوم من الايام الفقير ده فعلا هو اللي بيحس بالفقير اللي زيه صحيح يقدر يصلح. لكن طول ما انا رجل اعمال انا بيعيشوا بره ما بيعيشوش جوه. بعد الانتخابات ما بنشوفهمش صحيح. بيسافروا بره اولادهم بيتعلموا بره. هو واخدها للصلاحيه بالظبط بالنسبه للمية بتوع او للمية. العدد بتاع مجلس النواب. اما مجلس الشيوخ احنا بنتمنى ان هو يجيب اكبر 100 قامه في مصر. انا عايزه اخد تليفون مجلس الشيوخ. اتفضلي هاخد تليفون وارجع لحضرتك تاني. معايا احمد. الو معلش يا احمد او يعني كلمنا تاني. معلش انا بعتذر طبعا ان انا يعني بقطع حضرتك كتير جدا. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن الفرق ما بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب واتكلمنا عن عدد الغرامات طبعا اللي دلوقتي بيتكلموا فيها. بالفعل هو كلام ولا فعلا اتطبق قانون اتطبق على اللي ما انتخبوش؟ هو لسه ما اتطبقش. يعني كلام هو انا هو كلام بس هو انا اعتقد ان السوشيال ميديا بتعمل شوية. الكلام ده على اساس انتخابات الشعب مجلس النواب الناس تخاف فتروح تنتخب. الناس مش هتروح تنتخب طول ما عندهاش وعي. الناس فعلا انا برجع تاني واقول لا بس الناس ممكن تنتخب لو هي خايفه عشان تدفع غرامه. ما اعتقدش لانه اولا ما فيش دوله هتقدر تحاكم 54 مليون مواطن. انا بقولها صراحه ما فيش دوله هتقدر تحيل 54 مواطن النيابه العامه. هتعمل البطاقه هيمسكوك هناك وتدفع الغرامه زي ما كانوا بيعملوا ممكن بالطريقه دي. بس انا اعتقد انه كده الشعب بيتم الاثقال على كهله وهو الشعب مش ناقص الكلام ده خالص. بس انا بقول برضو للمره الثانيه انا بسبب اللي بيتعمل النهارده في كام في الميه راح انتخابات مجلس الشورى او مجلس الشيوخ زي ما بيقولوا. طب النهارده مجلس النواب ممكن العدد ده يقل. انا اعتقد انه هيقل. اعتقد انه الناس هتروح تاخد الشنط وهترجع مش هتروح. اعتقد ان رجل الاعمال اللي بيوزع الشنط وبيصرف الفلوس دي هياخد العضويه. بس عزوف الشعب المصري بيرهنوا عليه. يعني الناس فعلا تنزل تنتخب وكل حاجه وتاخد بدل ما تاخد الشنطه. احنا عايزين لكل منطقه عشوائيه البيت بتاعها اللي سقفه من خشب يتبني بالظبط ويبقى بالزبط. عايش تحت سقف مقفول عليه وبيت مقفول عليه بدل ما هو عايش في مكان خشب. شويه الميه اللي بتنزل احنا بنشوف حاجات يمكن ما بنرضاش نعرض للساده المشاهدين حاجات فعلا بجد بتوجع اي مواطن فقير طبعا. فاحنا محتاجين ايجابيات. عايزه اعرف من حضرتك المده اللي يعني بيقرها المجلس للعضو. يعني المده اللي بيقعدها تقريبا قد ايه؟ أربع سنين لكل عضو. كل العضو أربع طيب. سنين من يوم انتخابه ويتم حل الدورة بنهاية النقاد. إمتى يعني أقول العضو ده يتسحب منه الثقة؟ ما احنا قلنا إن هو ما فيش عندنا قانون أو حاجة في الدستور
تلزم بالكلام ده الا في حالات معينه، وشفناها حتى مع استاذ توفيق عكاشه، ومع في اخلال بالامن الوطني يجعل ان حضرتك تبقي تنزلي تحت لجنه القيم. القيم حضرتك موافق على كلام مستشار شريف؟ هو ده الموجود. هو ما في، ما عنديش قانون بيقول ان انا اقدر الم اهل الدايره واسحب الثقه من عضو مجلس الشعب اللي انا متاكد انه ممكن يكون سافر بره من 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 تاريخ ما نجح. لكن جزئيه انه ممكن يكون ارتكب افعال مخله بالشرف، مخله بامن الدوله من الداخل او الخارج، الكلام ده كله طبعا بلجنه القيم طبعا بترفع عنه الحصانه مش سحب الثقه. المجلس هو اللي قادر على رفع الحصانه مش سحب الثقه. لكن انا عايز ادي الشعب المصري برضه زي ما في دور رقابي لمجلس الشعب او مجلس النواب، لازم يكون في دور نقابي يقيد دور عضو مجلس النواب اللي ملوش دور اصلا. تعال انت النهارده بقالك سنه، انا عندي بطاله وعندي 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 بنيه تحتيه بايظه، وعندي بنيه اساسيه مش موجوده، وعندي 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 فقر. طب النهارده انا عندي اعضاء مجلس الشعب، ما حدش فيهم اتكلم عن الزياده المهوله في الكهرباء، ما حدش اتكلم عن الزياده المهوله في الميه، ما حدش اتكلم عن زياده الغاز. طب ما هو امال انت شغال ايه؟ انا انتخبتك ليه؟ انت مش حاسس بيا خالص. وده اللي بقوله، لو فقير زي حالاتي كده كان حاسس انه لما تيجي فاتوره الكهرباء غاليه انا مش هقدر ادفعها، فيضطروا ان هم يلغوا التعاقد معايا. لكن عضو مجلس الشعب رجل الاعمال معاه فلوس فبيدفع، ما فيش مشكله. فعلشان كده ما بيحسش بيا انا ولا بنبض الشارع اللي انتخبه. صحيح. بس. طيب انا معايا تليفون ولا خلاص قفل؟ الو الو اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا خالد كرم اخو سياده المستشار شريف كرم. لا ما شاء الله، يعني احنا اتعمل لنا دعايه يعني حلو. اهلا بيك. اهلا بيك طبعا. ان انا في مداخله مع حضرتك برنامج العيد بتاع حضرتك. بشكرك. بشكرك. وسعيد والله بالمناقشه اللي بين سياده المستشار احمد فرغلي طبعا صديقي واخويا الكبير وسياده المستشار شريف كرم، لكن هو سؤال واحد بس. اتفضل. امتى نعرف نختار عضو برلمان مش من الدائره بس؟ هو لو الكاميرا جايبه عندي السكريبت كنت هقول غش السؤال. هو كان حالا استاذ شريف هيتسال السؤال. ما حضرتك مجهزه اسئله نابعه من الشعب المصري نفسه. المشكله انه فعلا حاجات ملموسه. بالظبط. لحضرتك اي سؤال تاني؟ لا يا فندم، هو بس مقومات عضو مجلس النواب او عضو مجلس الشورى، غير ان هو يكون عنده فلوس. تمام. بشكر حضرتك. شكرا. بشكر حضرتك. حضرتك اللي هترد عليه. طبعا اخوانا طبعا اتشرف من الدخله بتاعت استاذ خالد كرم اخويا وحبيبي. الاختيار مش حاجه صعبه. انا بختار مش بقى بختار كاريزما وبختار واحد بفلوس، انا بختار واحد يمثلني. اللي هيمثلني دوت انا طبعا هيجي يقول لي انا مقدم نفسي زي ما حضرتك ما قلتي في برنامج بيقول دورك هيبقى ايه، هقدر احاسبك على البرنامج اللي حضرتك قلته لي دوت. في مقومات يعني حضرتك بيبقى في حاجات بتقدمها لي زي المعطيات كده عشان اطلع بالنتيجه اللي متوقعه. بمعنى ان انا لما اشوف واحد بيجري على الخدمات وواحد مثقف وعنده الوعي الكامل انه يقدر يتكلم باسمي في مجلس الشعب. صحيح. هو دوت الشخص اللي انا هختاره وهيبقى ثقه بالنسبه لي انه يتكلم باسمي وباسم الناس اللي ادوا له صوتهم. معانا تليفون. معانا عزت. الو. مش اخو حد فينا؟ لا مش عارفه بقى، يعني انا مش حافظه الاسماء بصراحه. الو. الو. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيك. احنا فينا كلنا والله يعني بلدنا تبقى كويسه جدا، واحنا قلنا خدنا عهد على نفسنا من زمان ان مصر وحشه احنا نحليها. فاحنا نفسنا كلنا في محوص يطلع يتكلم عن الشعب وعن الفقير قبل الغني، يقدر يلاقي وزير الاسكان وزير اي وزير يعني ان هو يجيب حق كل مواطن مصري. طيب بشكر. اي فندم مع حضرتك. طب كلمنا تاني يا استاذ عزت. هو الخط تقريبا فصل. استاذ احمد اتفضل يا فندم. عايزه اعرف من حضرتك امتى الشعب المصري يقول كفايه كده لعضو مجلس الشعب او مجلس الشيوخ؟
عضو النواب يعني او مجلس الشعب عشان الناس ما تتلخبطش. هو مجلس يعني الشعب المصري قال قبل كده في 25 يناير لرئيس الجمهوريه نفسه. فالشعب المصري قادر في اي يوم من الايام، هو ملوش ترمومتر، هو وقت ما هيحب يقول لا هيقول يعني من حقه؟ من حقه من حقه. اذا قال لا، الشعب المصري شعب قادر، قادر على تحقيق كل الامان اللي طالبها واللي بيحلم بيها. بس انا بقول قبل ما الخطوه دي تحصل، ان الخطوه دي هتكون خطوه دمار كامل. احنا ما عندناش استعداد نقول لا بنفس الصوره صحيح اللي اتقالت قبل مش كده. محتاجين ثورات تاني، لان احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نرتقي. دي مش دعوه مني ان يكون في ثورات، بس دعوه مني ان انا اناشد المسؤولين في الدوله انه يوعوا الشعب المصري اكتر من كده. يعني انا نفسي في يوم من الايام ان البرنامج او المؤتمر الانتخابي بدل ما يتوزع فيه بطاطين يتوزع فيه كتيبات. انا هعمل كذا بالظبط وقادر على الخدمه اللي هقدمها. في عندي 60 مشكله في الدايره بتاعتي، هقدر احل 30 بس، وال 30 التانيين يؤجلوا لدوره ثانيه. انا هصدقك وهيكون في مصداقيه ليك. المؤتمر المفروض يكون حلقه نقاشيه مع عضو الدايره اللي عندي اللي لسه داخل ده، اذا كان مثقف، ده اذا كان يعي دوره الرقابي عند دخوله مجلس النواب. لكن النهارده المؤتمر كله بيكون عباره عن صور سيلفي من السيد المرشح او مجموعه المرشحين التابعه، او انه ما بيحضرش الجلسه بالفعل وهو اسمه ما مكتوب داخل بالزبط الجلسه بالظبط او المقعد بتاعه. وانا الجلسة. انا بتمنى انه برضه يعدل قانون النواب وما يكونش فيه الحصانه دي لعضو المجلس الا جوه المجلس، داخل المجلس، وما يكونش ليه صلاحيات وما يكونش ليه امتيازات او بمعنى اصح امتيازات. يكون شخص عادي جدا وثقي تماما ان ما حدش هيتقدم او هينجح من رجال الاعمال، هيخشها الفقراء بس. سياده المستشار شريف، اخر يعني هسيب لحضرتك اخر الحوار بتاعنا دلوقتي، احنا وقتنا خلاص مع الاسف، هسيب لحضرتك اخر تعليق. انا كنت بتمنى ان يبقى في كل الدوائر في مناظره ما بين المرشحين. المناظره دي هتفرز الافضل. انا ما عنديش الشخص اللي هو هيجيب من السماء ويديني دلوقتي، انما المناظره هتوصلني ان انا يبقى فيه على الاقل افضل الموجودين، ويكون هو دوت اللي بيتكلم باسمي وباسم الناس الغلابه اللي في الشارع زي ما استاذ احمد قال. فدي استراتيجية. وغير كده انا كنت بتمنى من اعضاء مجلس الشعب ان هو، انت ما قدمتش استجواب بس كمان ما قدمتش حتى حلول لاي حاجه. يعني الحكومه مطالب منها ان هي تعمل لي الميزانيه، طالب منها ان هي تعمل الخطه، انما لو الخطه بتاعتها فشلت مش حضرتك تيجي تقعد تعمل الخناقه بتاعتك في مجلس الشعب من غير ما تقدم لي على الاقل كمواطن ايه عندك الحلول البديله علشان اقتنع حتى بكلامك ومكانك كمرشح. الحقيقه يعني انتوا نورتوني النهارده، والموضوع مش نافع خالص في حلقه واحده. طبعا انا يعني حاولت ان احنا النهارده نطلع بافضل موضوع نتكلم فيه بطريقه مبسطه. يا رب نكون قدرنا نوصل لكل مشاهدينا. برحب بضيوفي اللي نورتوني النهارده بجد وافدتونا كتير. طبعا شرف لينا طبعا. يا رب الاعلام المصري يتعلم من حضرتك، مش مجامله ليكي، يا خبر يتعلم بجد والله، يتعلم مناقشه الحقائق اللي على ارض الواقع اللي بتمس الشعب المصري. يا رب يكون في برنامج رؤيه زي رؤيه بتاع برنامج حضرتك يناقش متاعب واوجاع الشعب المصري، واحنا اتشرفنا بوجودنا مع حضرتك يا فندم. هنحاول ان شاء الله نكثف التوعيه التثقيفيه لدى المواطن المصري. في نهايه حلقتنا بحب اشكر ضيوفي. كان معانا المستشار احمد سيد فرجدي رئيس الاتحاد الدولي لشباب المحامين العرب، وكان طبعا حضرتك هتشرفنا في حلقه ثانيه ان شاء الله. فشرف ليا والله. وضيفي ايضا المستشار شريف كرم فايد وكيل الاتحاد الدولي لشباب المحامين العرب. نورتوني في نهايه حلقتنا. بحب اشكر كل الساده المشاهدين، والى ان القاكم في الحلقه القادمه ان شاء الله، لكم مني جزيل الشكر. تصبحوا على خير.